بسم الله ممكن تضيف تطبيق يساعدك على تعلم الانجليزي وبطريقه سهله جدا مجرد بس هتيجي هنا في الماسنجر فيسبوك او على اي محادثه في اي برنامج بتاع محادثه وهتضيف تعمل سيرش على اندي انجليش بوت تمام هتلاقي الراجل الطيب دوت هيبدا يعلمك انجليزي بطريقه سهله جدا يعني كل يوم هيبعت لك شويه اسئله ممكن تقول مثلا انا عايز في كابلر النهارده فيبدا يديك كلمات جديده تمام تقول له مثلا اشرحهالي اه يروح حالك اه ممكن مثلا في كلمه انت مش عارفها تكتبها له هو يقولك معناها ايه ممكن تقول له طب عايز شويه جرامر طب عايز جيم ممكن تقول له اه قولي نكته بالانجليزي فيقعد بقى يقول له شويه نكت تمام في برضه انجلش هوم كلب كل يوم برضه بيديك شويه معلومات جديده وبيسالك اسئله بعد ما يديك المعلومه بحيث يشوفك انت صاحي ولا لا تمام و ويعني اللي عامله واحد مصري فبتلاقي شويه آه، نكت كده طريفه هو بيقعد يقولها تمام فالتطبيقين دول الصراحه حلوين كل يوم بيديك حاجه جديده كل يوم بيديك معلومه جديده بيعملك ريفريش فجرب